بابا هات فلوس عشان انزل اجيب كيس اندومي. نعم؟ اندومي ايه وبتاع ايه؟ ماما عامله اكل، هتاكل اكل من الشارع؟ لا بقى انا مش هاكل من اكل البيت، هو كل يوم. اه ماله اكل البيت؟ والله يا بابا يعني انت مش عارف ماله؟ لا مش عارف ماله، قوليلي. لا ماليش دعوه، انا عايز حاجه انت تقولها اقولها. اه ما انت قصدك تاكلي من الشارع علشان اكل ماما وحش، صح؟ مش قصدك كده؟ هو انا قلت حاجه؟ ايه اكل مين ده اللي وحش؟ هو في حد بيعمل اكل زيي؟ ده انا ست شاطره. قولي لي قليله الادب دي. يا بنت اكل الشارع ده بيوجع البطن. الا ماما اكل حلو. اكل الشارع برضو اللي بيوجع البطن؟ نعم. قصدك ايه؟ لا والله مش قصدي. ماليش دعوه، انا عايزه اندومي مش هاكل غير كاتك الهم. اديها فلوس، خليها تجيب اندومي المعصعصه دي. خدي وهاتي لي كيس معاك انا كمان. نعم. لا انت هتاكل من اكل البيت. اشمعنى انا؟ يبقى انت بقى اللي قلت اكلي وحش. لا انا ان شاء الله ربنا يكرمني، ما منش انا اللي قلت. والله انت بتدعي نفسك؟ طب بص بقى، ما فيش اندومي ليك هتاكل من ايدي طول العمر. طول حياتي ليش؟ معنى انا هاكل طول حياتي من ايدك؟ هو كده. يلا بقى يا بابا هات فلوس عشان انزل انا. بص يا بابا نصيبك كده مش ضغط يا رب. خلاص يا ولد، حسبي الله ونعم الوكيل.